مساء الخير والفل على حضراتكم. برحب بيكم حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. ايه رايكم كده في اول يوم في الاسبوع نتكلم عن مشكله احنا بنشوف بجد الدوله مهتمه بيها وبنشوف اعلاناتها في التلفزيون طول الوقت؟ التنمر. التنمر ده سلوك قبيح، سلوك مرفوض بكل اشكاله، وعمره لا كان هزار ولا كان تسليه ولا خف الدم، ده تقل دم رسمي نظمي يعني. وبالرغم من اننا كلنا رافضين السلوك ده الا انه للاسف موجود ومنتشر ما بين، مش هقول لكم بقى الصغيرين بس، لا للاسف الكبار المتعلمين. تاثيره سلبي موت، موت لحد الموت. ليه بيحصل تنمر؟ مين مسؤول عنه؟ وازاي ممكن نحمي نفسنا ونحمي ولادنا؟ هو ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفتنا اللي منورانا، دكتور ايمان عزت، المعالج النفسي والاستشاري التربوي ومؤسسه مبادره حمايه. ازيك دكتور ايمان؟ ازيك دي؟ عامله ايه؟ تمام. بصي بقى، هنتكلم على الموضوع من الاول، وهنتكلم على الاهل في حالات التنمر ما بين اهل المتنمر، يعني الولد الشرير، خلوني اقول عليه الشرير عشان لو سمعني دلوقتي التنمر ده شر، او اهل المتنمر عليه او المتنمره، المتنمر عليها. نبدا الاول نعرف ازاي ان ولادنا بيتعرضوا للتنمر في اي مكان، في النادي، في المدرسه، في الشارع، نعرف ازاي؟ اولا اشكرك على الانترو الجميله دي، انه ذكرتي فكره التنمر وفكره الموت. هو التنمر ممكن يموت او ممكن يوصل في حد، طبعا دي اقصى حاجه، يعني انه الشخص يفقد حياته بسبب التنمر عليه. وده حصل قريب، ده حصل احدى التلميذات في سن ثانوي، بس اقصد انا مش لازم كمان الموت يبقى فيزيكال يدينا، انا ممكن اكسر جواه حاجه بالنسبه لشكله او جسمه، اخليه يبقى عايش واكنه مش عايش، انه حاسس انه ملوش قيمه، او انه شكله وحش زي ما بيتقال له، او انه لون بشرته مش زي لون بشرتنا، او انت مختلف عننا. الكلام دوت بيأذي وبيفضل على مدار سنين، طبعا ما بيتخلصش منه. ده في ناس بتتعاق لما بتكبر وتكتشف انها تعرضت للتنمر وهي صغيره، وان ده كان بولينج، يعني بيروحوا يتعالجوا عند بيحس بحاجة، يعني في علم النفس اسمها لو سيلف استيم، بس بالعربي يعني انه احس ان انا الا احس ان انا ماليش قيمه بسبب اني حاسس انه شكلي فيه حاجه غلط او جسمي فيه حاجه غلط او حتى تحصيلي الدراسي او مستواي المادي، لان التنمر بيبقى على حاجات كتير قوي، الشكل والجسم، المستوى المادي، المستوى الثقافي، اللون، العرق، الجنس، حتى كله. يعني في وقت كان الولاد يقعدوا يتنمروا على البنات، انتوا مش عارف صراصير البلعات، وعلى اساس انه في فوقيه من الولد على البنت، في وقت من الاوقات كانت منتشره جدا. يعني نعرف ازاي ان ولادنا ممكن يكونوا بيتعرضوا للتنمر؟ هل في مؤشرات تقول لي ابني متنمر عليه او بنتي؟ في مؤشرات كتير جدا، زي ان الولد ممكن يفقد الشهيه للطعام بطريقه ملحوظه، انه مش عايز ياكل او بيرجع بسندوتشاته زي ما هي، تلاقيه قاعد كتير لوحده او منعزل، يحلم احلام مزعجه بالليل ليها علاقه بالتريقه اللي اتريقوا بيها عليه، او بيروح يسال اسئله غير مباشره للاب والام، وده يحتاج ان الاب والام يبقوا مركزين. ماما هو انا قصيره قوي، او انا تخينه قوي للدرجه دي، او في اطفال مش بيقدروا يعبروا فيربل فبيرسموا، فتلاقي البنت راسمه نفسها تخينه زياده عن اللزوم، او ولد راسم وشه اسود او يكون اسمر حبيبي، او حد يتريق على لون بشرته فيسود نفسه قوي قوي قوي، او يقول انا ربنا ما بيحبنيش، انا ليه ربنا خلقني اسمر. الاسئله دي كلها لازم تخلي الام تاخد بالها، تنتبه. ليه يا حبيبي مين بيقول لك كده؟ عشان في دور كبير قوي للام والاب انهم يزرعوا ثقه بالنفس في الطفل فيقدر يواجه المتنمر. وعلى العكس الناحيه الثانيه، العائلات الثانيه لو بيهزروا عادي وبيتريقوا على الشكل عادي، فاشوف بابايا ومامتي وانا طفل صغير بيقول ايه ده شعرها اكرت او شعرها خشن، البنت دي سمره، فتسمع البنت الام بتقول كده، فطالعه في بيئه متنمره بطبعها. فالكلام دوت يعني مش جديد عليها، فسهل لما تلاقي حد مختلف عنها في المدرسه تتريق عليه وما تحسش ان دي، يعني حضرتك قلتي انه ده شر، هي ما بتحسش انه ده شر او انه ده غلط، ليه؟ هي شايفه بابا وماما بيقولوا كده. في عندنا قاعده في التربيه اسمها تشيلدرن سي تشيلدرن دو، الاطفال بيشوفوا وبيقلدوا مش بيسمعوا. فمهما قلت له خليك ولد كويس، خليك ولد مهذب، ما تتريقش على اصحابك، لكن سامعاني بنتي سامعاني وانا بتريق على صاحبتي، او بصي شكلها في الفستان عامل ازاي، بصي شعرها لما صبغته بقى عامل ازاي، والفكره انه الابيض احسن من الاسمر، وانه السوبريوريتي يعني في حاجه افضليه، في افضليه. مع ان مقاييس الجمال مش كده خالص، وعند ربنا مفيش مقاييس جمال، هو خلق كل البشر
حلوين. عشان كده احنا بنعلم الاطفال كده في تدريبات حمايه، انت غالي عند ربنا، خلقك على احسن صوره. مش من حق حد يتريق عليك، لانك لو اتريقت عليك يا دينا انا بتريق على خلقه ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. فلما ازرع في الولاد انك بتعمل حاجه اكنك بتوجهها لله سبحانه وتعالى، انت بتتريق على خلقته. الولد يحس انه ايه ده، لا انا ما قصدتش، انا كنتش فاكر الموضوع كبير كده. ولما اقول له انه في طفل ممكن يزعل جدا ويعيط جدا ويكتئب ويبقى مش عايز يروح المدرسه، ممكن يمتنع عن الطعام لايام، يعني في بعض الاطفال يجي لهم اكتئاب للاطفال بسبب التنمر. فالولد لازم افهمه تبعيات التريقه او الهزاره اللي انت بتعملها دي ممكن توصل لايه. هنتكلم على الكيس الاخيره اللي انتشرت على السوشيال ميديا للبنوته بدون ذكر اسمها عشان ما ناذيش احاسيس اهلها واصحابها تاني، لكن هل ممكن التنمر او الحزن الجامد ده نتيجه التنمر يؤدي للوفاه بحقه حقيقي فيزيكال؟ هو ممكن لانه حصل اهو، يعني احنا كنا بنقول او لما بكتب انه التنمر ممكن يموت، كانت في ناس بتقعد تتريق عليا او انت مكبره الموضوع او انت مقفوره قوي اهتمامك بالاطفال زياده عن اللزوم، زي ما التحرش ممكن يموت، ما هو مش لازم يموتها يعني موت حقيقي، بس تفضل طول عمرها عايشه باكنها في وصمه وانه حد اعتدى عليها ودمرها. فلا، في اطفال وفي بالذات في سن ثانوي واعدادي وسن المراهقه، اهم حاجه عندي في السن دوت شكلي وجسمي او كده. فتخيلي اصحابي تقولي اصحابها بيتجنبوها، في حاجه اسمها اليمينيشن، يعني احنا هنلعب كلنا وانت لا. احنا كلنا مثلا برضو المعايره بالديانه، احنا كلنا مسلمين وانت مسيحيه، او احنا كلنا مسيحيين وانت مسلمه، ده بيحسس الولد وانا ديني في مشكله. هي حكايه الجروب نفسه، لانه في حاجه اسمها تنمر جماعي. فطبعا البنت يعني على حسب حاجه اسمها المتانه النفسيه، في انا عندي متانه نفسيه او منتال تافنس في البيت، انا اتزرع جوايا ثقه بنفسي قد ايه اقدر اقاوم. انا بقى لو بيتي اصلا مطلعني عندي هشاشه نفسيه شويه وعمالين يضغطوا عليا وبيستبعدوني وبيقولوا عليا كلام تريقه، وسمعت كمان على جروبات الواتساب ممكن يقولوا كلام يضايق يطلعوها من الجروب، يعملوا جروب تاني لوحدهم وتكتشف ان هي الوحيده اللي مش في الجروب. العيال مش سهلين. فالبنت بقى يعني واضح ان هي كتمت في نفسها جامد، اثر شويه على جسمها. في امراض اسمها سايكوسوماتيك، يعني نفس جسمانيه، الاساس يبقى نفسي ويطلع على جسمي، الاقي وشي كله حبوب، الاقي حصل لي حساسيه كل وشي ضرب احمر، زي اللي بيزعل يجي له صداع، زي الكبار لما يزعلوا ضغطهم يعلى وحاجات كتير. بس واضح حبيبتي انها زعلت زياده وان التنمر كان زياده لدرجه ان هي فقدت حياتها. بعد ألف شر عن كل الولاد والبقاء لله وحده، احنا هنخرج فاصل. لما نرجع من الفاصل عايزة أعرف لما أب أو أم حد تنمر على ولادهم ويروحوا يشتكوا للأهالي بتوع الولاد اللي تنمروا اللي عملوا الفعل السيء ده، بيكون دول عيال، دول بيهزروا. أنت مسؤول عن تصرفات ابنك ولو حتى لسن معين، أنت الجاني. هنتكلم في ده بالتفصيل، وازاي ممكن الاهل يحموا ولادهم من ان هم بقى مش بس ان هم يتم التنمر عليهم، ان هم يكونوا متنمرين، وده اهم، نمنع الفعل من جدره. بعد الفاصل مع دكتور ايمان عزت، خليكم معانا. نرجع مرة تانية وكلامنا في البداية مع دكتور إيمان عزت المعالج النفسي والاستشاري التربوي مؤسسة مبادرة حماية عن البولينج أو عن التنمر. دكتور إيمان، قبل الفاصل سألت حضرتك عن رد فعل الأهل اللي ابنهم متنمر، لما الأهل التانيين بيقولوا لهم أو المدرسة بتقول لهم إن ابنكم بيتنمر، قد إيه بيكون ساعات سخيف؟ دول عيال، انتوا دول بيهزروا مع بعض، اطلعوا انتوا منها. اولا بعض الاهل او كثير من الاهل ما بيبقاش عندهم الادراك الكافي او الوعي الكافي ان ابنهم متنمر اساسا، مش ابني انا، فالاول تتخض وبعد كده لما تسمع تحاول تهون فعلا زي ما قلتي من القضيه. بس بنقولها على طول، حطي نفسك او حطي ابنك مكان الولد التاني، تحبي ان ابنك يبقى في وسط الدايره والناس كلها عماله تتريق عليه او تتريق على شكله او على مستواه. اول ما بنقول لهم كده في المحاضرات تحس ان الام ايه ما ترضاش ان ابنها يبقى زي ما بيقولوا مهزقه الفصل او كده. فعلى طول بتدرك، عشان كده دي فكره حمايه وفكره رفع الوعي. انا بوعيهم ضد التنمر، لانه في ناس مش فاكرين دول بيهزروا. انت هتاخدي على كلام الاطفال الصغيرين. انا دايما في مثل بيتقال، من الحب ما قتل. انا بقول من الهزار ما قتل. طبعا انا ممكن اهزر وكانه عادي، لكن ولد يحز في نفسه ويرجع من النادي متضايق لانهم كلهم اتنمروا عليه، بالذات لو تنمر جماعي. فلو كل ام علمت ابنها حبيبي مش بنتريق على حد لا شكله
ولا جسمه ولا ديانته ولا مستواه. ففي اولاد خدوا التدريب معانا في حمايه وحصل موقف وتنمر جماعي بقى اللي هو ايه هيصه، لا انا مش هعمل كده، لا هم قالوا لنا كده غلط، احنا كده بنضايق زميلنا وروح ينسحب. فتلاقي الولاد في تاثر جماعي كده، احنا كمان مش هنعمل كده. مع اني في نفس الوقت برفع من ثقه نفس الولد المتنمر عليه، وبعد ما امه اديها كورسات واخليها هي يعني ممكن تسمحي لي، يا ريت بقى نبدا ونشوف اللوحات الجميله الارشاديه في تدريب حمايه، انه لو شعري مجعد، لو اكتر حاجات لاحظناها البريسز لو هو عايز يعمل اسنانه، ودي حاجه العلم اخترعها عشان تخلي الاسنان ترجع سليمه. فيقعد ايه اللي انت حاطه دي موضه دلوقتي يا دكتوره، انت حاطط حته حديده او مش عارف ايه، او الشعر انه مقاييس الجمال انه شعر لازم يكون ناعم بدرجه معينه، لا انا ممكن يبقى شعري مجعد وحاطط بريسز بس ربنا بيحبني زي ما انا زي ما خلقني. طبعا لو حاجه يعني ممكن تكون اصعب شويه، انه انتوا بتعملوا كده مع الاطفال اللي ممكن يكونوا ايه اسوياء حتى جسمانيا، طب لو حد قاعد على ويل تشير هتعملوا معاه ايه؟ فبقول لهم انه برضو انا غاليه عند ربنا، هو خلقني بالطريقه ديت ومميزني بحاجات تاني كتير. فالاطفال يبصوا على الصوره ويشوفوا ايه ده، دي حد مختلف عني بس هي غاليه عند ربنا. برضو ده ولد وبيقول على نفسه كده، احنا بنسمي كل ولد اسم وبيقول انا مميز، انا قاعد على كرسي متحرك وربنا يعني سخر العلم على انه يخترع كرسي متحرك اقدر اتحرك بيه، ودي حاجه ما تقللش مني وبتحرك زيكم ولا تقلل مني. طبعا فكره النضاره من اكتر الحاجات في سن ابتدائي واعدادي، برضو مجال التريقه يقول لها اربع عينين مش عارفه ايه، في طبعا تنمر ممكن يبقى جسماني ان يخطفوا منها النضاره عشان ما تشوفش او يرموها في الارض ويكسروها ويتريقوا عليها. وبرده لو تلاحظي انها حاطه بريسز فهي بتقول برده انا ربنا بيحبني زي ما انا. وطبعا من اكتر الحاجات الخاصه بالجسم فكره السمنه او فكره النحافه الزايده. فلو حد تخين شويه او رفيع شويه احنا بنقول لهم اغنيه، لو جسمي رفيع او جسمي تخين ربنا بيحبني زي ما انا. ممكن اشجعه انت لو عايز جسمك يتحسن شويه ممكن تعمل دايت، لكن حتى لو ما عملتش دايت برده ربنا بيحبك زي ما انت. في اطفال مهما كلوا يفضلوا جسمهم رفيع بسبب الجينات وبسبب الوراثه، ففكره التريقه على الشيب كتير او الجسم مش مقبوله خالص. فلو رفيع او تخين شعر قصير او طويل، انت عارفه بيتريقوا على الاطفال الليفت هاندد اللي بيكتبوا بايدهم الشمال احيانا، مع انه علميا هم اكثر ذكاء. لو بكتب بالشمال او بكتب باليمين أو لو غني او يعني فقير، ولما لو لقوا حد بقى بياكل غصب عنه مش عارف ياكل بايده اليمين حتى لو يعني بالتمرين، فص معين في المخ هو اللي بيتحكم بيها بس. يعني العلم اثبت انهم اكثر ذكاء واكثر قدره على الحفظ. فمش مجال اساسا للتريقه، اي اختلاف مش مجال للتريقه، لان لو تريقت على المختلف عني في حاجه بسيطه، امال اللي بكرسي بعجل او عنده مشكله في وشه كبيره او حد اتدلق عليه ميه نار او واحده عندها كانسر فاضطرت انه تقص شعرها خالص وتلبس باروكه. في بعض المدارس الثانوي وفي بعض الجامعات كان بيشدوا منها الباروكه، لا حاجه في بعض المدارس عشان نبقى منصفين لما الدوله بدات تاخد بالها من حكايه التنمر والاعلانات اللي بتنزل على طول، الاطفال في الكلاس بتاعها كلهم حلقوا شعرهم زيها. طبعا عشان في الايجابي وفي سلبي، بس لانه السلبي منتشر شويه انا يهمني ان انا اوعي، عشان انا لو طفل واحد قدرت انقذه انه لا يتم التنمر عليه انا حاسه ان انا كده انا لازمة. عايزه ابقى ام عندها عامله حائط صد مناعي للولاد. ليه بقى بقول لحضرتك كده؟ لان في ولاد بيتاثروا 100% وفي ولاد ما بيتاثروش خالص ويبداوا بالعكس يعني عندهم مناعه ضد التنمر. ازاي انا كأم اخلي ولادي عندهم مناعه ضد التنمر؟ اعمل ايه؟ اشكرك على السؤال دوت، بس اسمحي لي بقى، هو مش دور الام بس، هو بالاكثر دور الاب في اول 5 أو 6 سنين في حياه البنت بالذات. البنت كمان بالذات. والولد مامته اكتر. لكن الام البنت هي اللي يديها قبول لنفسها باباها، اللي يقولها انت جميله وحلوه في عينيا باباها، اللي يحضنها ويشبعها حنان. عارفه ما بيستضيفوني في برامج تانية ليه البنات بتروح تكلم اولاد تانيين او بيتم مثلا ابتزازها؟ لان هي مش لاقيه حب وحنان في البيت. فاي حد بيقولها كلمه بره بتروح على طول تسمع كلامه. لكن لو بابا انت بتقولي في اولاد ما بيأثرش فيهم التنمر، انا بشوف بنات فعلا قوه شخصيتهم بتستفزني من كتر ما البنت شخصيتها قويه. ليه؟ لاقي حب وحنان وقبول وحاجه اسمها حب غير مشروط، ما يقولهاش ابدا لو عملتي حلو في الامتحان هحب ابوسك. ما هددش ابني ابدا بالبوس ولا الاحضان ولا القبول عشان درجات. ممكن عايز اجيب له هديه لما يجيب نمره حلوه اوكي، لكن ما احرموش من حاجه فيها ايموشنال تاتش او فيزيكال تاتش عشان هو ما عملش حاجه.
صحيح. بالعكس، فالبنت اللي شبعانه جوه بيت باباها والولد اللي شبعان جوه بيته او عيلته صعب جدا تهزي. انا شفت اولاد بيردوا بعد ما خدوا التدريب واولاد تانيين، لا انا ربنا خلقني على احسن صوره. انا بحب سمري جدا. انا بنتي اتعرضت لتنمر في مدرستها في وقت لان شعرها كيرلي، فكانوا بيتريقوا عليها. فقعدت اجيب لها برودكت او كده تخلي شكل الكيرلي او الويفي حلو جدا وبيلمع. مع الوقت قالت لهم على فكره، قالت لهم الرد ده انا كنت قلته لها في البيت، راحت بكل ثقه قالت لهم انا في اي وقت احب اعمل شعري ليس او يبقى سايح اقدر اروح عند الكوافير. انتوا ما تقدروش، انتوا ما تقدروش تعملوا شعركم كيرلي. كان في بنتين شعرهم ناعم قوي بيتريقوا عليها، حاولوا ان هم يعملوا شعرهم كيرلي ما عرفوش، وقعدوا يقولوا لها بتجيبي الكريمات منين، وتقلب الموضوع ان هم عايزين يعرفوا كارمن ازاي خلت شعرها كيرلي. خليتي بنوتك تحس بميزة في اي حاجه فيها. بس في الاول انا كنت شايفاها فعلا مميزه، كنت شايفاها فعلا شكلها حلو بالكيرلي، لدرجه انه في حاجه بتتعمل في ثانوي اسمها البروم اللي هو حفله تخرج البنت طبعًا. اللي كله بيروح عند الكوافير. هي صممت قالت لي انا هحضر البروم بتاعي بشعري الكيرلي. انا كنت فخوره جدا بيها وحسيت ان انا زرعت حاجه صح. اهو ده يعني درس كده مصغر ازاي ممكن نعمل مناعه نفسيه لاولادنا ضد التنمر. دكتور ايمان عزت، المعالج النفسي والاستشاري التربوي مؤسسه مبادره حمايه، بشكرك شكرا جزيلا على كل النصايح اللي قلتيها لنا، واننا نخلي بالنا سواء احنا ابهات وامهات للمتنمر عليه او المتنمر والمدرسين كمان. والمدرسين مدرسين ليهم عامل كبير، ليهم حلقه خاصه يعني أكيد. ساعات المدرس بيبقى متنمر. صحيح. اشكرك لالقاء الضوء على نقطه مهمه زي دي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان.